نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم سعادة الدكتور عبد الله بن عبد الملك آل شيخ سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى البحرين، بحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، حيث نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين لجلالة الملك المفدى وتمنياته للبحرين اطراد التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته حفظه الله. وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يجمع البحرين والسعودية من علاقات راسخة ذات أبعاد تاريخية تتسم بوحدة مواقفها في ظل ما تحظى به من دعم ورعاية من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين حفظهما الله.